يا زوار لا قلطف التزموا يا زوار عن الغيبة ابتعدوا يا زوار. بقلوب لاهفة ومتشوقة يتوافد الزائرون الكرام لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ومن خلال مسيرهم بطريق يا حسين في مدينة الحلة. كل يعني الحسين عايش بقلوبنا، عايش بضمائرنا، عايش بإحساسنا بمشاعرنا، يعني الحسين هو يعني منهجنا، الحسين نبقى يعني على منهج الحسين سائرين مهما طالت الأيام وطالت السنين. للخدمات المتنوعة التي تقدمها المواكب والهيئات للزائرين الدور الأهم في مواصلة المسير الحسيني، ومن بين تلك الخدمات الاهتمام بالجوانب الفكرية والأخلاقية التربوية لتصب في الارتقاء بالزائر الحسيني فكريا وأخلاقيا. نشكر أهالي الحلة على هذه الخدمة، خدمة لا مثيل لها. يوجد فريق من المشايخ، اذا كانت عندك فد مشكله او عندك فد حاله تسالهم مكاتب الاستفتاءات الشرعيه. هي الرساله هاي رساله، والثقافه واجب على كل انسان، يعني الانسان لازم يثقف نفسه، لان احتمال يروح المكان غير مكان، احتمال ينسئل فينحرج، لازم يثقف نفسه بكتب، لازم الانسان يفقه نفسه. وتميزت هيئه عشاق الحسين للشور والبندريه لمكتب المرجع الاستاذ السيد الصرخي الحسني بتقديمها الخدمات المتنوعة للزائرين، ومن تلك الخدمات الاهتمام بالجانب الفكري من خلال عرض مكتبة علمية شاملة تحت شعار أنا حسيني أنا أقرأ. والمجتمع في واقع الحال محتاج إلى الكتاب، محتاج إلى العلم، محتاج إلى المعرفة، فآلينا على أنفسنا من فتح مكتبات في طريق المشاية لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، بل أن هذه المكتبة اتسمت بالشمولية لتشمل عدد كبير من الكتاب ومن الباحثين ومن العلماء في مختلف فنون العلم، والكتب التي تبين وتظهر قضية الإمام المهدي كموسوعة الإمام المهدي للشهيد الصدر، وكذلك أبحاث السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وكذلك الحال أبحاث السيد الأستاذ السيد الحسني الصرخي، وكتب التفسير مثلا الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطبائي قدس سره وغيره من الباحثين. أهم التناقضات التي أوردها السيد المحقق الأستاذ على الشيخ ابن تيمية، وهو يجسم الله ويقتل الناس على التوحيد، يدعي الناس إلى الإسلام ويقتل المسلمين. السيد الأستاذ المحقق الصرخي يعني وضع عدة أبواب محاربة التطرف لدعوة للسلام والود والتوادد والوئام بين المسلمين، ولو كان هناك مثلا اختلاف يناقش هذا الاختلاف، يناقش بأفكار ومطارحات علمية لا بلغة السلاح والتقتيل والتهجير والسحل والحرق والتشبيه بالجثث. لزيارة الحسين عليه السلام انعكاسها وأثرها الروحي والأخلاقي التربوي على زائرين الكرام مما يجعلهم أكثر تقبلاً وانسجاماً مع الجوانب العبادية الشرعية والأخلاقية وفق منهجية موضوعية سليمة. لقناة المركز الإعلامي الحلة.